القراءة، حرف الراء. أولا أكتب علامة في إذا سمعت الصوت الر، برميل بر، أسمع الصوت الر، أضع علامة في الخانة. سطلا لا أسمع الصوت الر، لا أضع علامة. غربال غر، أسمع الصوت الر، أضع علامة في الخانة. ثانيا أحدد الصوت الر، مغرفة، أسمع الصوت الر في وسط الكلمة. ألون الخانة الثانية، رجل، رجل، أسمع الصوت الر في أول الكلمة. ألون الخانة الأولى، بحر، رن، أسمع الصوت الر في آخر الكلمة. ألون الخانة الأخيرة. ثالثا أحدد الدخيل، إن حرف الراء، إذن حرف الدخيل هو حرف الباء، حرف الميم، حرف الدال. أولا أتلفظ ف ر س فرس، ري م ل رمال، ر م ن رمان. الراء مع الفتحة ر، الراء مع الضمة ر، الراء مع الكسرة ري. ثانيا أقرأ، ر رماد، ر ردود، ري مارد. أولا أتلفظ محرار، محرار، سرير، سرير، قرون، قرون. الراء مع الألف را، الراء مع الواو رو، الراء مع الياء ري. ثانيا أقرأ، را رامي، رو مرور، ري مريد. أولا أتلفظ بحرا، 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 بحرا. راء مع الفتحتين رن، الراء مع الضمتين رن، الراء مع الكسرتين رن. ثانيا أقرأ حرف الراء، را رو ري، را رو ري، ري رن، رن، رن. رامي دور، مدار، رمد، داري. الكتابة التفاعلية، أراجع وأصحح. ثانيا أكمل، أنا، جدي، جدتي، أبي، أمي.